صباح الخير أعزائي الطلاب، نبدأ إن شاء الله كده ونكمل مدخل الاستخدامات والإشباعات. كنا اتكلمنا عن أبعاد الاستخدامات والإشباعات، واتكلمنا عن اللي هو الجمهور النشط، وعن الأصول النفسية والاجتماعية. نبدأ النهارده في دوافع تعرض الجمهور لوسائل الإعلام، ودي من أهم الأبعاد الموجودة، لأنها بتبقى لب النظرية اللي هي الاستخدامات والإشباعات. الاستخدام بتبقى في دوافع التعرض، وده بيقاس بالمشاهدة، بساعات المشاهدة، بالاستغراق في المشاهدة، كلها أمور بتقيس دوافع التعرض. بصفة عامة الدوافع يعني طبعا في كتير جدا موجودة عندكم في الكتاب، هنتكلم عن مجموعة من الأشياء خاصة بالدوافع، وهي كمفهوم سيكولوجي بيتميز بأشياء معينة أو بيمر بأشياء معينة، وهي الإلحاح والإشباع والاتزان. لما أكون أنا عندي حاجة معينة بتظهر في شكل دافع، هذا الدافع بيكون إلحاح على النفس البشرية في العمل حاجة معينة، بعد هذا الإلحاح بيكون الإشباع، ثم بيتحقق الاتزان. لو أنا أشعر بالجوع، فالجوع ده عندي دافع للطعام، هذا الدافع مجرد ما يحصل إشباع اللي هو الأكل يحدث اتزان داخل النفس. لذلك فالدوافع يعني من كلامها هي بتدعم مبدأ الجمهور النشط. بصفة عامة الدوافع ممكن نصنفها ل موضوعين كبار، وهما المشاهدة أو اللي هي الدوافع النفعية والدوافع الطقوسية. دوافع نفعية بتعني أن الإنسان يتعرض لوسائل الإعلام من أجل التعرف على معلومات معينة، عاوز محتاج أحل مشكلة، محتاج أتعرف على معلومة، في أزمة محتاج أعرف معلومات، فبيكون دي اسمها مشاهدة منفعية أو نفعية أو دوافع نفعية، ودي بتكون زي ما قلنا بالتعرف على معلومات. في دوافع طقوسية، وهي جاية من الإنسان له طقوس معينة في البيت، اللي هو الإنسان بيرغب من خلالها التسلية والترفيه، واللي هو التخلص من الضغوط النفسية بعد عناء يوم من العمل، بتكون خاصة باسترخاء الشخص أمام وسائل الإعلام. الحاجة الرابعة في اللي هي أبعاد الاستخدامات، وهي التوقعات من وسائل الإعلام، ودي مهمة جدا يا شباب إن احنا نعرف كإعلاميين توقعات الشخص من وسائل الإعلام. كل ما كان توقعاته أشياء معينة، كل ما كان ده بيضع الإعلاميين أمام مسؤولية اللي هو يراعي مثل هذه الأشياء في المضمون الإعلامي. وحتى لما أخذنا مع حضراتكم زمان في أولى اللي هي كيفية صياغة رسالة منطقية، قلنا لابد أن تحتوي على معلومات الشخص المشاهد بيرغب فيها من وسائل الإعلام. فليس يعني مهم وليس منطقي في هذه الأثناء إن أنا أفتح مثلا تلفزيون ألاقي حد مثلا بيتكلم عن الموضة أو بيتكلم عن المكياج، بيكون يعني أنا بحس يعني أنا شخصيا بحس إنهم ناس مش عايشة الواقع، ما في أوبئة وفي أمراض، وفي الآخر هم بيتكلموا عن حاجات أعتقد كثير من الشعب يعني لا يدري بها في هذه الفترة. يبقى لازم نراعي هذه التوقعات. الحاجة الخامسة وهي التعرض لوسائل الإعلام، والتعرض ده بيتم قياسه بعدة صور، إما التعرض نفسه أو اللي هي أوقات التعرض أو عدد ساعات التعرض أو عدد أيام التعرض أو الاستغراق أثناء التعرض. أنت بتشوف التلفزيون بتبقى حاسس بإيه؟ بتبقى هل بتبقى عبارة يعني بتشوفه خلاص، ولا بتبقى معاش الشخصية وعايش معاها؟ الحاجة الستة
من أبعاد الاستخدامات وهي إشباعات وسائل الإعلام. يبقى احنا قلنا أول حاجة في أهمية الدوافع، وقلنا الحاجة التعرض وتوقعات الفرد من وسائل الإعلام وأصول نفسية واجتماعية وافتراض الجمهور النشط. الإشباعات هي هدف الإعلام من ما يقوم به من رسائل مختلفة، وهذه الإشباعات يعني زي ما قلنا في الدوافع اللي في الإلحاح والإشباع والاتزان هي اللي ممكن تصل الإنسان إلى مرحلة الاتزان. نيجي بقى نشوف أنواع الإشباعات المطلوبة من وسائل الإعلام. عندنا في مجموعة من الإشباعات المهمة بتتركز في إشباعات المحتوى، ودي هي تتناسب مع الدوافع اللي هي النفعية، ودي بتكون نوعين، في إشباعات توجيهية اللي هي جاية من التوجيه اللي هي بتشبع الشخص في مراقبة البيئة والتعرف على المعلومات وفهم المحيط حواليه وتأكيد الذات، وفي إشباعات اجتماعية وهي بترتبط بأنها أو الإعلام أو المحتوى الإعلامي قد يدعم العلاقات الاجتماعية والأسرية. إن مثلا إحنا متعودين إن إحنا نسهر على فيلم درامي معين، أو متعودين نسهر مع برنامج مثلا غنائي معين، ده بيسموها إشباعات اجتماعية. يبقى كده عن الإشباعات، وقلنا دي مرحلة الاتزان اللي الشخص بيصل له لو تم إشباعه، وقلنا لها أنواع، في إشباعات اللي هي المحتوى ودي توجيهية واجتماعية، وفي إشباعات اللي هي العملية ودي بترتبط بالجزء الخاص بالدوافع الطقوسية، وهي عندنا هنا بتكون أنواعها إشباعات شبه توجيهية وهي مكملة للإشباعات التوجيهية، يعني بنراها في بعض الأشياء زي الاسترخاء والمتعة وتخفيف الإحساس بالتوتر والنشاط بيتجدد. في شبه اجتماعية ودي بتكون مكملة للإشباعات الاجتماعية، تتمثل في التخلص من العزلة والملل عن طريق اللي هو التنفيس عن الذات، ممكن تحقق من خلالها حاجة اسمها التوحد أو التماثل اللي بيتم مع البطل في المشاهد الدرامية المختلفة. في عندنا برضو نتكلم عن كيف تتم هذه الإشباعات. عندنا مصادر الإشباعات في أكثر من مصدر، ولعل أهم المصادر محتوى أو مضمون الوسيلة الإعلامية. المحتوى اللي أنا بكرر اللي أنا والأسرة نتفرج عليه سواء كان برنامج أو دراما. الحاجة الثانية وهي التعرض للوسيلة الإعلامية نفسها، قد يكون التعرض غاية أو هدف في حد ذاته، أنا مش ممكن ما تابعش أي حاجة لكن أتفرج بس، ده في حد ذاته بيرضي بعض الدوافع الطقوسية عندي. الحاجة الثالثة وهي السياق أو الإطار الاجتماعي أو البيئة الاجتماعية اللي بيتم التعرض فيها، وهي الجو الأسري اللي ممكن إحنا مع بعض يعني نشعر به أثناء متابعة التلفزيون. لعل هذه الأشياء قد يكون قلت نسبيا مع وجود السوشيال ميديا، ولكن من وقت لآخر بيكون في اجتماع الأسرة حول التلفزيون لمشاهدة بعض البرامج اللي هي فيها نوع من التسلية بتحقق عند الشخص اللي هي الدوافع الطقوسية والإشباعات الخاصة بالعملية. لحد كده نكون أنهينا نظرية الاستخدامات والإشباعات. إن شاء الله في المحاضرة المقبلة نبدأ في نظرية أخرى وهي الاعتماد على وسائل الإعلام. شكرا لكم.